ايه انطباعك بعد ما شفت المباراة؟ والله الواحد حزين طبعا على التعادل ده، بس ان شاء الله يعني الفترة الجاية كلها تبقى مكسب ان شاء الله. لكن الماتش النهارده كان ما فيش توفيق، يعني في كذا كرة كده لا ما فيهاش توفيق، كرتين بدوع الداخلية فيهم توفيق كبير جدا، وان شاء الله يعني الفترة الجاية تبقى احسن ان شاء الله. ماجد الاهلاوي بيقول لك لازم تعرف يا كابتن ان جمهور الاهلي لا يحرم من ارتدى تيشرت الاهلي اللعب بروح الجمهور. بالتوفيق ان شاء الله. انجي احمد بتقول لك اولا مرحب بيك في نادي القرن، ثانيا اتمنى تكون عند حسن ظننا، ثالثا اتمنى ان يكون قدوتك بعد ربنا وكابتن عبد الوهاب كابتن ابو تريكه الذي افنى عمره للكيان وليس للمال. انا بتكلم على مركزنا، لكن الكابتن ابو تريكه طبعا قدوه لاي حد في الاخلاق اولا، في ثم جاب بطولات كبيره جدا او بطولات كتيره جدا للنادي الاهلي، فان شاء الله يعني الواحد ان شاء الله الفتره الجايه يقدر ياخد بطولات مع النادي الاهلي. الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي انت تابعته وكلنا تابعناه وشفناه، شايف ان الفتره اللي جايه ممكن الاهلي يكرر نفس الانجازات اللي كرروها؟ ان شاء الله الواحد نفسه طبعا ياخد بطوله افريقيا ويلعب كاس عالم ان شاء الله. يعني افريقيا وكاس عالم، عندك امل كبير في ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكون موجود الفتره اللي جايه مع المنتخب ان شاء الله.